كرم رئيس الحكومة سعد الحريري رئيس الهيئة الاقتصادية السابق عدنان القصار في حفل غداء أقامه على شرفه في السرايا الحكومية بحضور الرئيسين فؤاد السنيورة والتمام سلام وحشد من الوزراء والنواب والشخصيات السياسية والدبلوماسية والهيئات الاقتصادية والمصرفية والنقابية. بتكريم البريزيدون اليوم بنكون عم نكرم لبنان كله، وبقول للشباب اللبناني انه البريزيدون بانجازاته وعطاءاته raised the bar. ولصديقي الرئيس عدنان قصار بقول انه تكريمه ما بيعني ابدا انه رايح على التقاعد، باعتباره رئيس شرف دايم للهيئات الاقتصاديه بلبنان، والرئيس بقلوبنا. هذا التكريم ليس كأي تكريم آخر حصلت عليه من الرؤساء والقادة والأجانب، نظراً لدوري الوطني انطلاقاً من موقع الرسمي والاقتصادي في لبنان، ولدوري الإقليمي، وأيضاً لدوري العالمي كرئيس غرفة سابق لغرفة التجارة الدولية. اليوم أنا أسلم الشعلة للهيئات الاقتصادية بعد فترة طويلة أمضيتها في خدمة لبنان بدعم لا مثيل له من قبل عائلة الوطنية الكبرى، وأيضا من قبل عائلة الصغرى وأقرب المقربين مني، وأخص بالذكر شقيقي عادل. وسأبقى عدوا متابعا معكم ومتابعا جهودكم، لأنني نذرت نفسي لخدمة لبنان واقتصاده ما دمت حيا. وأمل القصار دوام وحدة الصف والتعاون الدائم مع الاتحاد العمالي العام والحفاظ على وحدة لبنان الوطنية من أجل بلد فوق المذهبية وفوق الطائفية وفوق المناطقية.